صباح الخير مشاهدي الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. اهلا وسهلا بكم الى هذا البث المباشر من مدينة سيدة. اذا فينا نوصف الموضوع بقول الايام قايمة بسيدة. هيدا المشهد يلي عم نشوفه على احدى محطات الوقود بالمدينة. هيدا المشهد يمكن ما شفناه اخر مرة الا بازمة المحروقات يلي كانت بصيف 2021. طبعا هيدا المشهد يلي عم نشوفه هو طبيعي نتيجة يعني نتيجة ما صدر اليوم من خفض في اسعار البنزين. ويعني مثل ما عم نشوف يعني اليوم طبعا بشكل مفاجئ انصدم اللبنانيين باسعار الجديدة للبنزين، بحيث نزلت اسعار المحروقات بشكل جنوني اذا فينا نوصفه. يعني 95 اوكتان نزلت 137 الف ليره وصارت 629، 98 اوكتان نزلت 141 الف ليره وصارت 646. ايضا يعني ديزل اويل نزل 152 الف ليره وصار 700 الف. ايضا الغاز نزل كمان مثل ما عم نشوف هلا 400 نزل 90 الف ليره صار 413. وهيدا الامر بموضوع الغاز يعني مشاهدينا الكرام ادى يعني الى اتخاذ قرارات منذ بعض الوقت يعني الى اقفال جميع مراكز توزيع الغاز في المنطقه. يعني وقد اصدر امين سير نقابه موزعي الغاز قرار يعلن في وقف توزيع الغاز وتعبئته في كل لبنان. مثل ما عم نشوف هيدا المشهد بعزيز زميلنا يوسف فواز. طبعا يعني هيدا الطابور يلي امتد لاكثر من 200-300 متر. مثل ما ذكرنا انه هيدا المشهد هو المشهد ما اعتاد عليه اهالي المنطقه منذ وقت ازمه المحروقات ب صيف 2021. طبعا يعني مثل عم نشوف هون صار في عنا صفين وقدام ثلاثة، بينما ورا هو صف واحد. طبعا كمان يعني مشاهدينا افادت مندوبة الوكالة الوطنية بمرجعيون حصبية. ايضا كمان معظم المحطات اقفلت ابوابها ورجحت المعلومات بانه سبب الاغلاق هو الهبوط الكبير باسعار الوقود. ايضا في منطقه النبطيه المشهد ذاته، وايضا في مدينه صيدا عم نحكي نفس المشهد نفس الامور اللي عم تصير، هو انه معظم محطات الوقود اقفلت ابوابها. بعض المحطات يلي ما زالت فاتحه ابوابها هي محطه او محطتين بمدينه صيدا. عم شوف هيدي زحمه الطوابير الكبيرة عليها. حنقرب يعني شوي لقدام حتى ناخد اراء المواطنين لنشوف شو تعبيرهم عن هيدي المشاهد او المظاهر اللي عم بيتابعوها. طب يمكن بعض منهم فرح انه نزل البنزين، وهيدا سعر يمكن ما كان بيتوقعوا اللبنانيين انه ينزل 137 الف ليره دفعه واحده. ولكن يعني هيدا المشهد مشهد الطابور يلي يعني اذا بيقدر يوسف ياخذنا اخر المشهد. باين معك اخر المشهد؟ يعني فاذا عم نشوف هيدا المشهد الطابور يعني مثل ما ذكرنا ل 200 او 300 اكثر من 300 و 400 متر. هيدا المشهد يلي مثل ما ذكرنا انه بذكرنا بايام ما كانت ازمه البنزين بصيف 2021. حنرجع حنجرب نبلش مع المواطنين. يعطيك العافيه. شوف علم البنزين، جينا من برجع لحتى ناخذ غرض من صيدا، علم البنزين، لقينا المحطات مسكره، وين الاجهزه الامنيه؟
وين السلطات؟ وين وزير الاقتصاد عم البطل على التلفزيون؟ وين سلطة مصلحة حماية المستهلك؟ وين هالناس اللي بده يسأل عنها؟ مين بده يسأل عنها؟ ما حدا؟ بس بيحولوا لهم مصاري وشكات وموظفين اخواتهم واولادهم بهالدولة؟ مين مسؤول عن الناس اللي ميتة بالطرقات؟ بلش رجعنا نوقف بالسير، رجعنا نوقف على البنزين. ونحن مرضى وحالتنا بالويل، ويلنا بدنا نجيب اغراض اولادنا ويلنا مصرياتنا ويلنا نركض على بيوتنا، شو بدنا نعمل بعد؟ ما في حل بهالبلد خلص، لا في رئيس جمهورية ولا في شيء والخراب رايح. الله يعيننا ويحسن اخرتنا ان شاء الله. اليوم عم شوف هيدي السبب انه انخفاض تانكة البنزين 137 ليرة، هذا الشيء كان يمكن المواطن اللبناني تفاجأ فيه اليوم. والله انا صراحة يعني ما كنتش خليت العلامة على الاخر، وصلنا على سيدة والله ما عاد فينا نوصل على برجة. فهي مشكلة والله مشكلة انه هو لما يطلع البنزين ما بيفتحوا المحطات على ملوى، ولما ينزل يعني حلال لهم حرام علينا. الله يعين يعطيكم العافية. كلك ذوق حبيبي. فإذا يعني مشاهدينا الكرام حنكمل جولتنا وحناخذ نمتزج آراء المواطنين حول يعني هيدا المشهد. طبعا خلينا نشوف صاحب سيارة أجرة. يعطيك العافية. يعني انتم معاناتكم كاصحاب سيارات اجره معاناه كبيره. اكيد اكيد اكيد. بس اليوم يعني انخفاض سعر البنزين، خلينا نحكي عن انخفاض سعر البنزين، قد ايه ايجابي هو؟ اكيد ايجابي تماما، اكيد ايجابي. احنا متى ما تنخفض سعر البنزين بنخفض اجره الزبون كمان، السيرفيس برخص. طيب بس انا السؤال، اشمعنى كورال بس اللي فاتح مع انه في شركات ثانيه موجوده؟ ما رأيت على التنتين هلأ الاثنين مسكر، بقول لك أنا مستني تسعيرة جديدة. طب هذا من وين جت التسعيرة؟ كورال هذا من وين جت التسعيرة؟ بس هذا اللي بعرفه أنا. يعني بربط على كذا محطة بنزين ما لقيتهم فاتحين. أكيد أكيد. وأنا قاعد شايف منور معاي، والمشكلة عامل عملية ما بدش حدا تفشها. إذا قطعت هلأ راح أصفها وأتصل بابني يجي ينتفش هو. يلا خير إن شاء الله. حبيب قلبي. فإذا مشاهدينا الكرام حنكمل نشوف أيضا المواطنين. يعطيك العافية عام، على راحتك. طبعا نحترم آراء المواطنين اللي ما بيحبوا يعبروا عن آرائهم. طبعا يعني هيدي زحمة طبعا عم بتأدي لبعض الأماكن وبعض مطارح زحمة سير. خلينا ناخذ العام هون. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف؟ تقريبا ساعة. ساعة صحيح. برجع محطات قبل المحطة أنا فرع الثاني اللي فوق الكيلاني مسكرة. قلت له ليش يعني بس يغلى البنزين بتفتحه لآخر النهار وبس يوطى البنزين بتسكره؟ هيدي المشكلة اللي عاملينها. الاحتكار عندنا بلبنان منتشر كتير، ومطلوب القضاء والدولة تتحرك والأمن يتحرك يفتحهم بالقوة ليفضوا البنزين اللي معهم. كل محطة مسكرة وفي معها بنزين مفروض يلحوها. والقضاء أهم شيء، القضاء ضد الاحتكار، لأن هاي جريمة، جريمة بحق الشعب. 90% من الشعب عم بينحط تحت الاحتكار لحتى ناس تعبي جيوبها مصاري، وناس عم تفقر، في ناس عم تغنى أحسب ناس. شكرا لك. شكرا. فإذن يعني هو الاحتكار كما ذكر هيدا المواطن هو يعني أزمة كبيرة بلبنان، وما يعني اللبنانيين من الاحتكار. يعني عم يوصفوا انه هيدي المشكل او هيدا الازمة او هيدا المشهد اللي عم نشوفه هو بسبب احتكار. اليوم بعض محطات الوقود كانت مشتري البنزين على سعر غالي، اليوم ما بدها تبيع على السعر الجديد. طبعا هيدي مذكر، وكان في اجتماع منذ بعض الوقت مع بين وزير الطاقة وممثلين عن اصحاب المحطات. طبعا كمان حنشوف. يعطيك العافية عم، كيفك؟ هذا صارك ناطر صار شي ربع ساعة. شي ربع ساعة اجمالا يعني هذا المشهد هذا صارك بشايفه. مواد قصبة البنزين، مواد قصبة البنزين اليوم يعني هو اليوم غير الدولار نزل البنزين. اليوم يعني في بينزل الدولار بيطلع البنزين. في شي مش طبيعي برأيك؟ اكيد في مش طبيعي. انت شو بتقولوا يعني؟ اكيد شي مش طبيعي. يعني طلع البنزين نزل، طلع الدولار نزل البنزين، نزل الدولار طلع البنزين، كيف المنطقة هذا؟ هيدي بلد؟ يعني اليوم نزل البنزين 137 هو سعر حياته بنزل بس سعر، حياته بنزل 10 أو 15 تنين بيطلع 30 يعني ما عيب بحكي في كلمة عيب بقولها، خليني انساك تعصب. شكرا لك، أنا بتشكرك. فإذا حنكمل جولتنا شوي لقدام. طبعا مثل ما ذكرنا إنه زحمة
حدا صار لك بالصيف هذا المشهد؟ صار لي شيء 3 اشهر تقريبا. انت اخر مره شفته ليه؟ بالصيفيه. الصيفيه الماضيه. الصيفيه الماضيه. اليوم يعني لا اليوم مشهد اخر لان التسعيره نزلت. ايه. لما تنزل التسعيره اصحاب المحطات بيضطروا يسكروا ليحافظوا على ربحهم القديم. نحن اولاد صيدا مشهورين بالحركه. فهلا لو غلى السعر كنا حنضل فاتحين. بس هلا اذا بتطلع مدينه ثانيه مش مشكله فاتحين رواق. بس كل مناطق سكرت فيها مش بس بصيدا. يمكن ان انا لاني من صيدا لاحظت هالشيء بصيدا. كل مناطق صار فيها الازمه. بس هي الفكره نوع ثاني لان رخصت فما حابين يخسروا بربح. هو جزء من الاحتكار برايك انت؟ احتيال على احتكار على بدانه اللبناني. شكرا لك. يعني فإذا أنا عم شوف مثل ما ذكرنا مشاهدينا الكرام إنه مشهد طويل مثل ما ذكرنا أيضا يعني طابور صيدا ما شفته من وقت أزمة المحروقات من حوالي السنة وشوي. طبعا يعني هيدا المشهد يلي عم نشوفه مثل ما ذكرنا مشاهدينا الكرام هو بسبب يعني الأزمة يلي صارت بين أصحاب المحطات وزارة الطاقة مما دفع يعني أصحاب المحطات يعترضوا على قرار وزارة الطاقة خفض البنزين بقيمة تجاوزت يعني 120,000 130,000 ليرة. طبعا هذا الأمر يلي خلق امتعاد لدى أصحاب المحطات يلي بيعتبروا أنه ببعض المطارح هن يعني هن اشتروا على السعر الغالي وهن مش مضطرين. فهون حسب ما عم بيقولوا انه في خسارة بقيمة 80,000 ليرة بالتانكة. طبعا هذه الخسارة اصحاب المحطات رفضت يعني تتحملها مما ادى الى يعني نشوف هيدا المشهد اللي عم نشوفه بصيدا. كان معكم محمد زيت يوسف فواز صوت بيروت انترناشونال.